هاي 99.9% من المعلومات الوراثية بالدي ان اي مشتركة بين كل البشر، وال0.01 الباقية مسؤولة عن التغيرات بالشعر، العيون، البشرة، طول وغيرها من الاختلافات. البشر أقرب شيء للشمبانزي يلي بيتشاركوا 98.7% من التسلسل الجيني معهم، وبيتشاركوا 94% من الدي ان اي مع الكلاب، و93% مع السعدين، و90% مع البسينات. بيتشارك البشر مع الفيران 85% من التسلسل الجيني، وهو أحد أسباب اعتماد الفيران بالتجارب الطبية. بيتشارك الإنسان 80% من الدي ان اي مع البقر، و61% مع بعض الحشرات. وبيتشارك الناس أكثر من 50% من المعلومات الوراثية مع النباتات والحيوانات بشكل عام، فممكن إيجاد دي ان اي بشري بالموز تقريباً بنسبة 60%. مين قال إنه هالأرقام ممكن تكون مضللة؟ لأنه معظم الدي ان اي المشترك صامت وغير مشمول بتسلسل الترميز. أنا قال بشوفكم بكره.